برحب بحضراتكم مرة تانية، وأكيد عندنا وقفة مع مباراة الأهلي والمريخ امبارح، وأكيد لازم نتكلم على الفترة الجاية والمرحلة الجاية، وإنه لازم نصحح أخطاء مباراة امبارح عشان المرحلة الجاية يعني ما فيش أبدا مساحة للأخطاء أو مساحة أن يكون في خسارة لمباراة لا قدر الله. وأكيد أي فريق بيحصل أنه بيجي مباراة ممكن يكون مش موفق فيها، بس المهم أن هو يفكر في اللي جاي، يفكر أنه إزاي يصلح الأخطاء دي. هنتكلم يعني أكتر مع النجم كابتن ضياء عبد الصمد عن مباراة امبارح وعن الفترة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي. منورني يا كابتن. ربنا يخليك كابتن سارة، سعيد بوجودي معاك إن شاء الله. أنا سعيد أكتر. وخليني أسألك على مباراة الأهلي والمريخ، لازم نبدأ بيها، اللي ضمنت لنا التأهل الرسمي طبعا الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا. شايف إزاي المباراة دي؟ شفتها إزاي فنية؟ أنا عايز أقول لك حاجة، هو إلى الآن الناس كلها قالت إن فرقة النادي الأهلي كانت امبارح مش كويسة، مش في التوب فورم بتاعت الفرقة، لكن لو بصيتي للفرص الضايعه او اللي الاهلي كان ممكن في وقت من الاوقات انه يسجل فيها هتلاقيها فرص كثيره. يعني في الدقيقه تقريبا 2 والدقيقه 3 او 4 في فرصتين للنادي الاهلي، في الدقيقه تقريبا قبل الهدف اللي دخل فينا في الدقيقه 16 في فرصه للنادي الاهلي، التايم الثاني اول دقيقه لينا فرصه تكاد تكون انفراد. بعد كده في اخطاء، ودي للاسف يمكن ظهرت امبارح قوي لبعض اللعيبه اللي كانت موجوده في المنتخب مع شويه ممكن الجو، ارضيه الملعب مش كويسه. لكن اللي المفروض يتقال عليه ان احنا نقول الحمد لله انها بتيجي مش في ادوار اقصائيه اللي بيها لو لا قدر الله انا خسرت او تعادلت بس بودع البطوله، لكن بتيجي في وقت اقدر اصلح فيه اخطائي. والى الان النادي الاهلي ما فقدش بطولة أو ضيع منه بطولة، وبينافس في كل البطولات وموجود في الدور ربع النهائي. يعني أنت ضمنتي حتى كده كده بالظبط رسمي، يعني بغض النظر عن نتيجة الماتش الجاي ما فيش مشكلة، الأهلي صاعد خلاص. في مشكلة ولازم بصراحة يعني مستر موسيماني يتطرق ليها ويبدأ يعالج من يوم الثلاث. نمرة واحد، الخطأ اللي كان ظاهر ان السردباكين بتوعنا معظم وقت المباراة بيلعبوا على خط واحد، العمق ما كانش موجود. يعني الهدف الثاني اللي دخل في النادي الأهلي انا مستغرب شوية، يعني واضح ان الكرة من بعيد يعني ممكن يتحضر لها، ان لازم يبقى في عمق ما لعبش على الاوفسايد، ودي اللي حصلت. اتلعبت بين الاثنين، محمد هاني بيكمل ما لحقش وجيء منها الهدف الثاني. برضو التمركز في الهدف الاولاني، لو لاحظتي الهدف الاولاني جه ازاي، انا شايف اتنين لعيبه من المريخ السوداني في حراسه خمسه من لعيبه النادي الاهلي. ده حتى عجب اللي جاب الجول طالع في وسط الاتنين في حراسه، اشتركوا بس مش الاشتراك اللي بيه يمنع هدف. فدي بصراحه مشكله. الوقت دوت لازم فعلا بامانه نلعب على التمركز الدفاعي كويس جدا، نزوده شوية. مستر موسيماني يعني يزود حتة التخصص شوية في الكرات المرتدة أو في الكرة العالية، في التمركز وقفة اللعيبة، حتى الترحيل العكسي بالنسبة للباك رايت لو الكرة ناحية الباك الشمال أو الباك ليفت، والعكس صحيح بالنسبة للباك ليفت لو الترحيل بتاعه من الباك رايت. السردباكين، الديفندر اللي بيرجع يغطي، الكلام ده كله أنا شايف إن هو المفروض إن هو يعني يشتغل عليه وبقوة، وما تكونش فترة أو وحدة تدريبية في جزء من التمرينة كلها، لكن لازم ياخد وقت طويل شوية، يعني عنده 3 و4 وخميس يقدر يصلح الوقفة دي، لأن الموضوع دوت في الأدوار بقى الإقصائية هتبقى صعبة جدا. طبعاً علينا. فأتمنى يمكن كنا بنتكلم إنه مش حلو إنه نبقى دايماً سايبين كل حاجة لحد آخر وقت، إنه أو الشوط الثاني، إنه لا، من بداية المباراة تبقى أنت ضاغط وبتجيب أهداف. بس أنا عايزة أسألك سؤال يا كابتن، يعني دلوقتي أنت شايف أسباب الظهور بالأداء ده كانت إيه؟ يعني أنت بتتكلم على تقريباً تشكيلة نفس تشكيلة مباراة فيتا كلوب اللي أنت قدرت تكسب بيها 3 وأديت بشكل كبير قوي، كلنا كنا يعني سعداء بنقول هو ده اللي احنا الشكل اللي عايزينه وقت ماتش فيتا كلوب. بص يا ساره، هقول لك حاجه، مش عشان العب بطريقه سي 4 2 3 1 مع فيتا كلوب وانجح فيها الاعب المريخ بنفس الطريقه. بمعنى
قفشه لو كان واضح امبارح يعتبر الاهلي بيلعب في بعض الاوقات والكوره بيهاجم يعتبر 4-2-4. قفشه متطرف، اجاييه متطرف، وجود مروان محسن وشريف. تمام كده؟ لما تتقطع الكوره المفروض قفشه بيبقى ليه دور دفاعي، ده المفروض مع السوليه ومع يانج. وبينزل المفروض الطرف الثاني اللي هو اجاييه بيبقى في الدفاع المفروض 4-4-2 لما الكره بتقطع مننا وبندافع. قفشه كان فاتح واجاييه كان فاتح، فمش شرط ان الاثنين الطرفين دول يادوا كويس. قفشه من نوعيه اللعيبه اللي بتظهر قوي لما بتبقى تحت الفراوده، لكن لما بيبقى متطرف بتحس ان هو امكانياته محدوده شويه. يعني هو عمل اوفر الجول الثاني وعمل واحده ثانيه برضو لمروان او لشريف انا مش فاكر، لكن طول المباراه مش هستنى كرة او اثنين. فمش شرط ان انا اكون مع فيتا انجح بطريقه العب بيها مع فرقه ثانيه بنفس التشكيل واقول برضو مستني المردود بتاع التشكيل دوت يبقى نفس مردود الماتش اللي قبليه. هل ممكن نقول كان في كمان اجهاد ذهني او بدني باين على اللعيبه؟ المريخ عنده كام بونت وهو بيلعب الاهلي؟ كان عنده بونت بالظبط، صح كده؟ ممكن يبقى الضغط عنده اكتر من الاهلي. الاهلي ممكن يكون مش هنقول نازل يعني حاطط في دماغه ممكن هيصعب خلاص، ممكن الحته دي مع شويه الاجهاد والسفر والملعب والحته دي مش صح ابدا. يعني لما بتحصل اقول لك حاجه بقى، كبير لو ده كان حقيقه مش في النادي الاهلي بس، ده بيعتبر في المصريين كلهم او في اللعيبه المصريه كلها، ان ممكن اكون حاطط في دماغي ان انا سهل قوي ان انا يعني اعدي. بالظبط، ممكن ارضيه الملعب مش كويسه، يعني ما كانتش كويسه بالشكل المطلوب طبعا. نمره اثنين ممكن الجو او الرطوبه اللي موجوده هناك او زي ما انت بتقولي مثلا لسه ماتشات منتخب راجعين وفي اجهاد وذهني وبدني وفني وفكري برضو. عايز ادي، عايز اكون موجود، عايز العب ماتشات كتير، عايز يتعمل ريكورد كويس بالنسبه ليا كلاعب لعبت عدد مباريات كبيره. في حاجات كتير جدا، عوامل كتيره الادرى بيها واكتر حد ممكن يقول لك عليها فعلا الجهاز الفني. يعني انا ممكن اشوف من في شاشه التلفزيون ان الاهلي بيأدي بشكل معين، بس ما وراء الشاشه ما حدش يقدر يعني يدي الصوره كامله وصحيحه غير الجهاز الفني. ودي للاسف يا كابتن ساره معظم التعليقات اللي بتشوفيها او الكلام اللي بيتقال في الميديا يعني للاسف ده يعني غير صحيح تماما. بيشوفوا حاجه صوره غير مكتمله، للاسف صوره غير مكتمله. ممكن انا اقول للدنيا كلها انا كان لازم وليد سليمان مثلا ياخد الطياب من اوله، او اقول مثلا لا ده انا محتاج ان طاهر كان لازم يبدا. طب انت عارف طاهر يعني متاخر ليه مثلا؟ ممكن انا حطه عشان انا لظروف معينه في دماغي انا شايفها بطريقه معينه، بعد كده يقدر يحل لي لغز، يحل لي جمله، يعمل لي شغل كويس في وجود سين وسين وسين ايا كان مين هو. لكن اللي مش بيزعل، اللي بيضايق اي حد ان الحكم على اللعيبه يكون من خلال الشاشه مش من خلال الملعب والرؤيه الصحيحه للجهاز الفني. فانا شايف ان اللي كان واضح لينا ان الملعب كان مش كويس، ان الـ 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 الارهاق كان واضح، وواضح جدا في حته بقى عدم الالتزام الدفاعي لما الكره بتتقطع من النادي الاهلي. كنا بنسيب مساحات كبيره جدا 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 بين ثلاث خطوط. فما كانش طبعا هم واخدين على الـ على الـ على الـ على الملعب، واخدين على الجو دوت. بدنيا هم كانوا كويسين وجاهزين. يعني الحته دي لو كان الاهلي التزم بيها في التايم الاولاني كان فرق كتير جدا 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 معانا نتيجه التايم الاولاني، وكنا في التايم الثاني كنا ممكن كان بالنسبه لنا ضربه الجزاء اللي ضاعت يا كابتن هي دي مربط الفرس. دي بالظبط دي ده مربط الفرس. برافو عليك، كبيره قوي بالنسبه للمباراه. انت لو دي كانت جت ما تضمنش نتيجه المباراه. لا كانت ممكن تبقى. برافو عليك، انا كنت لسه اقول كده 3-2. وبعدين صح. يعتبر بلغه الكوره بقى لا ده خلاص المريخ ركب الايه المباراه، ركب خلاص، ده ركب خلاص 3-0 في انفرادين في اول الشوط الثاني بالظبط للمريخ. فانت أيوة. خمسه يعني لا ده الشناوي، لا ده في كوره اتلعبت اللي هي الوان تو دي، وان تاتش وان تو دي صعبه قوي بصراحه، دي صعبه على النادي الاهلي. انت لو تلاحظي لمده 35 دقيقه الاهلي يدخل فيه هدفين، دي مش ما بتحصلش كتير. بس انا برضو هنا لازم اقف عند حته انه بالرغم انه الاداء ما كانش كويس ابدا، لانه برضو النادي الاهلي عنده حته انه ما يعني ما بيخسرش، قدر ان هو يرجع في النتيجه. انت شفت الجون الثاني جه ازاي؟ خدتي بالك؟
خمسة من لاعيبة النادي الأهلي أو ستة على الكورة. أيوه احنا لازم خمسة أو ستة هذا. يعني أنا دي عجبتني جدا، روح هي دي الروح بقى بتاعت الأهلي. بالظبط خمسة أو ستة طالعين، لو ما عدتش من فلان هتلاقي فلان، لو ما عدتش من فلان هتلاقي فلان. لا حاجة غريبة يعني فعلا، يعني أنا ببص ستة طالعين، خمسة أو ستة طالعين عايزين يجيبوا جول، والله ما كانت هتعدي. يعني قفشة هو بيعملها أنا متأكد إنه بيقول مستحيل يلاقي العدد اللعيبة ده في المكان ده. صح. لكن برضو توفيق ربنا كبير. إحنا برضو في التايم الأولاني أول دقيقة كان ممكن انفراد ونجيب جون وتتعادل، كانت النتيجة عندك لسه 40 دقيقة أو 42 دقيقة تعوضي، كانت النتيجة ممكن تتغير. لكن شكل الأهلي، شكل الأهلي أنا بقول فعلا في أخطاء كتيرة سهل جدا إن إحنا نتداركها. مهم يا كابتن إن الأخطاء دي جت في الوقت ده، يعني قبل ما انت داخل على المراحل بقى الحاسمه التقيلة. بقى انت داخل على ربع النهائي الاقصائيه بقى. يعني انت دلوقتي في مرحله تقدري ايوه بتصلح. انا مش في مرحله اقصائيه اللي هي انا وكنت تعادلت امبارح او خسرت بقول خلاص شكرا والسلام عليكم خلصت. صح. او اتحط تحت ضغط، لكن انا دلوقتي بالنسبه لي لا، عندي فرصه كويسه جدا حتى خلال المباراه الجايه دي طريقه لعب ويا ريت يا ريت يعني نركز شويه على طريقه احنا بنجدها. هي طريقه اللعب كابتن ساره بتتحط على اي اساس بالنسبه للمدير الفني؟ على حسب الكواليتي بتاع اللعيب اللي معاكي. انا بشكل اللعيبه اللي معايا تنفع ايه بالظبط؟ بهاجم على الاطراف، رايحين جايين على طول، بدني بتاعهم كويس، اقوياء، راجل بيلعب بالشوت بتاعه كويس، راجل بصير كويس، راجل بيوصل كويس، بيعمل اسيست كويس، فرويد بيتحرك كويس جدا، فرويد محطه، فرويد بيشوط. على الـ على الـ على الـ على الصفات دي انا ببدا احط شغلي واحط طريقتي. لكن انا زي ما قلنا مع فيتا غير مع المريخ غير مع سيمبا. ده الطبيعي المفروض، ما ينفعش الطريقه دي والطريقه دي والطريقه دي. انا كمدير فني كنت بلعب ممكن في بعض الماتشات بلعب 4-3-3 وبعض المباريات اللي انا عايزه من المباراه دي ايه واللي والفرقه اللي هتلاعبني عناصر القوه والضعف اللي فيها بتتطلب العب بفرودين، العب بفرود واحد، العب بجناحين، العب ببلي ميكر. طب ايه تقييمك للتغييرات؟ يعني شايفها موفقه بنسبه قد يعني ايه؟ يعني هقول يعني لو هتبص للنتيجه من 2-0 2-2 هقول بنسبه 70-80% هي كويسه، هي كويسه، ودليل ان طاهر حريف والكنترول بتاعه كويس جدا جدا على الكوره، جاب ضربه جزاء بالزبط. يعني دي تتحط يعني حاجه كويسه، وفي نفس الوقت هو استفاد من التغييره. لو قلنا كان بدرنا شويه كنت ممكن على فكره لو طاهر نزل بدري شويه عن 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 التوقيت اللي نزل فيه ما كنتش ممكن تاخدي منه. لان في بعض اللعيبه بيقروا المباراه وانا قاعد بره بقرا المباراه وببص ايه اللي محتاجه الملعب او ايه اللي اخطا فيه الـ 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 يعني زميلي وانا موجود او اللعيب اللي موجود مكاني وابدا اصلحه لما بغير. ففي بعض اللعيبه ما ينفعش انها تبتدي من اول مباراه، ما تاخدش الـ 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 يبقى اساسي في الفرقه، لازم يقعد شويه يهدى وجو المباراه يعيشه وبعدين ينزل يادي في المباراه. فانا بقول التغييرات ممكن ب 60-70% انا شايف انها مش وحشه كويسه. وليد لما نزل برده بقى في ليدر. انا كنت بتكلم ان وليد من مكاسب المباراه عودته وجوده طبعا، انه مهم جدا كمان قبل الفتره اللي جايه، يعني الفتره الحاسمه اللي احنا داخلين عليها في مباريات كتير على مختلف البطولات. ازاي بقى شفت مشاركه وليد سليمان وعودته؟ وليد ليدر، وليد خبرة، قائد. وليد طبعا وليد في نفس الوقت عنده من الخبرات الإفريقية والمحلية والدولية اللي بيه لما يبقى موجود في فرقة انه يقومها. الروح بتختلف. وليد وجوده وعودته من خلال مباراة المريخ على ما اعتقد مكسب كبير جدا جدا للنادي الأهلي، وعلى ما اعتقد ممكن ياخد فترة اطول في ماتش سيمبا اللي جاي بحيث ان هو يعني يبقى لياقه المباريات عنده تبقى عاليه شويه، لان مهما كان اللاعب بيتمرن وبياخد مباريات وديه مش هتبقى زي الماتشات الرسميه اللي بتتحسب ب3 بونت بنسبه 100%. ففرصه كويسه ان ماتش سيمبا دوت اشتغل على العناصر اللي عندي. وليد ممكن مش هقول يبتدي لكن ممكن ياخد فتره اطول شويه في المباراه القادمه، ويحاول بقدر الامكان يثبت تشكيل. انا شايف دي نقطه مهمه. انت شايف انه صح ان مستر موسيماني الفتره اللي جايه يثبت التشكيل، ولا انه انت عندك ضغط كبير فانا لازم يعني يكون كل مباراه بقى بتشكيل مختلف بعناصر مختلفه؟
الانسجام ما بيجيش غير من ثبات التشكيل. خلينا نتكلم بصراحه شويه. انا علشان يبقى عندي انسجام واعرف الطرف اليمين اللي جنبي واللي بيلعب قدامي واللي بيلعب ورايا ونوعيه اللعيب اللي جنبي يعني الميزه او المميزات بتاعه اللعيبه اللي جنبي بتفرق كتير جدا من كتر اللعب مع بعض. يعني الانسجام فعلا ما بيحصلش غير من الثبات. مستر فايرر لما جه هو اللي عمل الروتيشن الكتير لكل انديه مصر. بس هو كان بيعمله بشكل تاني. الجاهزيه للعيبه كلها، التحضير للعيبه كلها، دي حاجه كويسه جدا 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 جدا. ما بقولش لا وما بختلفش، بقول اه كويس قوي ان يحصل روتيشن كويس، تدوير للعيبه، ان كله ياخد احساس المباراه، ان كله ياخد الـ 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 عشان اجهاد ما يحصلش، فكله ياخد الـ 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 المباريات بحيث ان لو المشكله حصلت في لعيب او في اتنين يبقى عندي البديل الكفء، او مش هنقول بديل، يبقى اللي بيغير مكانه جاهز، ده بيلعب وده بيلعب. ممكن الفتره دي ما تبقاش فتره الروتيشن اللي كان عملها مستر فايرر مع النادي الاهلي في وجود ولايته كمدير فني مع النادي الاهلي. مستر موسيماني انا شايف ان الفتره اللي جايه دي بقى يعني اضيق 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 الحدود، لازم يبقى عنده يعني هنقول عمود فقري للفرقه، 6 7 8 ما بيتغيروش الا لا قدر الله اصابه، ايقاف، حاجه، اجهاد لا قدر الله. ويمكن انا برضو ما ينفعش اقول اجهاد، لان النادي الاهلي ما ينفعش معاه اجهاد، كلمه اجهاد ديت، لان النادي الاهلي كل اللعيبه اللي عنده ما فيش بديل وفي اساسي، كل اللعيبه اللي عنده النادي الاهلي المفروض الكواليتي بتاعته كلها واحده. وانا ضد اللي يتقال ان النادي الاهلي فلان كان مصاب فما كانش بيقوم بنفس الدور البديل بتاعه، لا انا ضد الكلمه دي خالص مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش كلام يا كابتن ساره، لا كلام النادي الاهلي لا هو مدرسه. أكيد. النادي الاهلي ما بيختارش غير اللعيبه القادره على التحمل خلال فترات الموسم، لان اي لعيب بيجي النادي الاهلي معروف بيلعب دوري وبيلعب كاس وبيلعب افريقيا وبيلعب منتخب وبيلعب وبيلعب، فبيحارب في 4 جهات، فلازم الكواليتي اللي جايه للعيب النادي الاهلي بتبقى كواليتي خاصه، كواليتي عاليه جدا جدا جدا، والمفروض ان هو يقدر يستحمل المشاركات في الموسم دوت. فانا شايف ان موسيماني الفتره الجايه دي خلاص، احنا بنقول بقى مش عايزين درجه اقصائيه، انا شايف ان الفتره دي يثبت فيها تشكيل. حتى لو هنقول من ماتش سيمبا انا ما تفرقش كتير معايا، هيلاعب فرقه كويسه، فرقه كويسه جدا جدا، فرقه عندها 13 بول. مين التشكيل ده يعني ده اللي حضرتك انا بصي طيب لو بتكلم على الهجوم من وجهه نظرك مين افضل من يقود هجوم النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ يعني مش هقول بواليا، انا شايف ان مروان محسن برضو خطر، انا مقتنع جدا بمروان محسن على فكره، يعني هو خطر على مرمى الخصم، يعني او بيقدم بيحدد مرمى الخصم. ما هو شاط كوره اللي طلعت دي، لو دي لو ربنا وفقه فيها كان مروان اترفع في السماء. الكوره اللي جات له دي من قفشه، واحدة والتانية دي كانت في الدقيقة تقريبا 13 أو 12 حاجة كده. الكورة دي لو جت فعلا، لو جت فعلا كان مروان بقى ترفع في السماء. مروان بيأدي كويس جدا. مروان عارف واجبات مركزه كويس قوي، وفي نفس الوقت بيأدي يعني بشكل بثقة. ولما بيهدف الثقة بتزيد أكتر. ما بيهدفش يعني ما أعتقدش إن السوشيال ميديا اللي بتجيب مروان أو بيتكلموا على مروان أو يقولوا مروان أو مروان، لا مروان من احسن الفراوده اللي موجوده في مصر. والدليل يا كابتن ساره بقول لك ان اي حد مسك النادي الاهلي ومسك منتخب مصر خلال 2 أو 3 سنين مروان محسن كان بيبقى نمره واحد. مش معقوله كل الناس دي، كل الناس اللي مسكت النادي الاهلي مش معقوله هيبقوا متفقين على حاجه احنا مش شايفينها. لا مروان كويس. بواليا مش وحش، بواليا كويس. شريف شريف هقول لك حاجه، محتاج خبرات اكتر في في في, في البطولات الافريقيه. شريف لعب كويس، لكن في كورتين امبارح لو بخبرات مروان، لو جم لمروان اللي جم لشريف جم لمروان، انا على ما اعتقد كان خلصوها، كان مروان خلصهم. ده مش يقلل من شريف اطلاقا، لا انا اصلي المباريات الافريقيه والضغوط الافريقيه بتختلف كتير جدا عن الدوري المحلي او تعالي كاس او دوري. لكن انا شايف ان مروان عنده من الخبرات اللي تخليه فعلا
ممكن يبقى هو نمره واحد. بس متهيألي شريف عنده بيعرف يتعامل مع الضغط التهديف. يعني حتى في مع المنتخب برضو كان بأدي كويس وجاب هدف يا كابتن. والنادي الاهلي متهيألي كل مباريات اللي شارك فيها محمد شريف كان أنا مش لو ما جابش اهداف. لا انا عارفه انا بس بقول لك يعني بتناقش معاك بنشوف الرأي. انا شايف ان ممكن يعني ما اعرفش برضو مستر موسيماني دي بتاعته هو بتاعت الجهاز طبعا مش بتاعتي انا، لكن انا شايف ان شريف ما يبعدش يعني عارفه انا بحب اقرب لعيب واديله ثقه بس يكون مثلا بديل في وقت حاسم. بالظبط برافو عليك. وبديل ولازم يشارك. انا بحاطط في دماغي انا لو عايز اقرب لعيب او اديله ثقه او اديله خبرات في بعض المباريات مش ببعده. اللي بيه لا ما فكرش فيه، لا ده انا بحطه حتى لو احتياطي ببقى حاطه وحاطط في دماغي التوقيت اللي فيه ادفع بيه. خلي بالك دي بترجع لحاسة المدير الفني او الجهاز. يعني انا 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 ممكن لو شريف موجود معايا وانا ماسك نادي الاهلي لا انا هديله امتى دي بتاعتي. امتى دي بتاعتي انا، دي بقى اللي اقدر احسها. حتى بيبان الكلام ده من التمرين، اكيد بيبقى باين من التمرين. فانا شايف ان ممكن يعني مروان ممكن هو اللي يبقى نمره واحد برضو الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني كلام كتير قوي مع الكابتن ضياء عبد الصمد بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه ولسه معايا الكابتن ضياء عبد الصمد وكنا بنتكلم فهل غياب او وجود ايمن اشرف مكان علي معلول اللي كان غايب للاصابه عامل حاله من عدم الانسجام بين ياسر ابراهيم وبدر بنون؟ زي ما اتفقنا ممكن فعلا تكون دي يعني زي ما اتفقت قلت لك في الاول ان الانسجام بيجي من ثبات التشكيل. فحته ان علي معلول غايب وايمن بيلعب مكانه فدي ممكن برضو تبقى مصرة شوية على بدر الماتش اللي فات دوت. واللي مستغرب له بأمانة الماتش اللي فات ضربة الجزاء. يعني ضربة الجزاء دي يا بنون يعني انت رايح غلط. أولا هو رايح مقابل غلط، الراجل معدي هو بره والراجل اللي جوه. فالراجل معدي لجوه هو اللي لازم هو اللي لجوه واللي عدى منه ده اللي هو بتاع المريخ لاعب المريخ اللي لبره وبنون هو اللي جوه. لقيت العكس، يعني لقيت بدر طالع بره والراجل داخل جوه على يقابل الشناوي. فطبعا كان لازم طبيعي الطبيعي هو عينه مش على الكوره وكان شكله حاسس ان هو برده مجهد. مش عارف يعني ضربه جزاء يعني هقول غشيمه جدا للاسف. والحمد لله ان هي دي ما جاتش لانها لو كانت زي ما اتفقنا قلنا ان هتاثر على المباراه بنسبه كبيره. في حته الانسجام دي ممكن بنسبه كبيره انها تبقى موجوده. زي ما كان بيتقال ان محمد هاني ومعلول بيطيروا الاثنين بيطيروا الا لما بيتحط بقى عليهم سبوت انتوا لازم تثبتوا ويا اما واحد فيكم ثابت يا اما الثاني بيبقى بيكمل في الهجمه. لكن الاثنين بيطيروا كان بيتلعب من وراهم ويتقال ان مثلا علي معلول دفاعيه مش كويس قوي او محمد هاني دفاعيه مش كويس قوي لكن بيهاجم كويس لانه عنده جرأة. التغيير في الحتة دي واللي أنا ما بحبوش، يعني المفروض إن مركز السردباكين دول ما بيتغيرش كتير. ده قلب فرقة، عصب فرقة. سردباكين ديفندر مثلا دول مركز دي أو الحتتين دول بيبقى صعب قوي جدا التغيير. أو الأربعة لورا لما بتغيري الميزان بيختل. أنا مع حضرتك إن ممكن فعلا عدم وجود معلول وايمن اشرف موجود مكانه في حته باك ليفت ممكن تاثر شويه على الانسجام بين الاربع باكات في المباراه. يعني طيب كابتن دي تبقى صعبه شويه. ماشي انا عندي يعني راي عايز اقوله وحابه انك تقول لي يعني انت متفق معايا ولا لا. كتير من لعيبه النادي الاهلي امبارح ما كانوش موفقين وده بشهاده موسيماني، يعني مش انا اللي بقول، وانه كتير من اللعيبه ما لعبوش كويس في المباراه دي. ولكن مش حابه ان في يعني ان احنا نقصوا وعلى اسماء بعينها. يعني مثلا بدر بنون من ساعه ما جه النادي الاهلي والحقيقه احنا شايفين من الراجل اداء رائع يعني وكبير جدا من اول مباراه لي اللي هي كانت نهائي الكاس، والحقيقه يعني دايما خلاص مطمنين ان بدر بنون واقف في الدفاع. محمد هاني خصوصا بعد مباراه بايرن ميونخ وشفناه وهو بيلعب اتقل لعيبه، بيلعب عليه اتقل لعيبه في العالم، احنا بنتكلم على بايرن ميونخ اللي هو افضل نادي في العالم. امبارح كان في برضه قسوه شويه في الانتقاد بالنسبه لمحمد هاني. وارد ان يبقى يعني مهما كنت انت لاعب كبير ان انت تبقى مش موفق في يوم
فمش حابه ان يكون في مثلا في الانتقادات، وانا بقرا يعني ناس بتقول ايه التعليقات وكده، يكون في قسوه شويه على اللعيبه. حاساك مش متفق خالص. لا بالعكس، ده انا معاكي قلبا وقالبا. الطبيعي ولكل جواد لما نقول كبوه. وبعدين انهي لعيبه او انهي فرقه في العالم بتفضل على طول بتكسب او بتتعادل او ما بتخسرش؟ مستحيل. برشلونه خسر 7، برشلونه في وقت ما خسر 7، برشلونه كان برضو في بعض المباريات كان انهي 7 دي؟ خسر 7 من بايرن على لا 8 8 طيب 8 لو سمحت. طب طب يا ساره خلاص عديها، مش مشكله. ايه المشكله؟ 8 سكور اعلى. طب ينفع فرقه زي برشلونه تخسر 8؟ لا طب يعني هاتي اكتر الناس المتشائمين ويقول لك برشلونه يخسر 1 2 3، صح، لكن 4 دي صعب. 5 لا، وميسي كان بيلعب، يعني ميسي كان في الملعب. ما لسه بقول لحضرتك اهو، ايه بقى لما بدر بانون او هاني؟ انا قلت دلوقتي بدر ما كانش في حالته، يمكن بقى وكلنا متفقين على ده طبعا. ده طبيعي. وانا بقول لك ايه، احنا بنحمد ربنا ان ده ما جاتش في الادوار الايه؟ الاقصائيه، اللي هي اطلع من 8 اللي قبل النهائي ولا الكوارتر اللي بعديه. جرس انذار كده، تحس المباراه دي ربنا جرس انذار. انا بقرص ودنك وبقول لك خلي بالك. فدي طبعا ده طبيعي، ده طبيعي جدا جدا. طب ما هو ديانج ده يا جماعه حد يعني يعترض عليه ان هو ديفندر مش كويس؟ ده مستحيل مستحيل. السوليه ما بيأدي. انا 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 من فتره كبيره بقول ان السوليه بقى عصب 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 النادي الاهلي. السوليه لما بيكون كويس النادي الاهلي بيبقى كويس. السوليه لما يعني بيدافع كويس وبيهاجم كويس وبيشتغل، السوليه بقى خلاص بقى حاجه تقيله جدا في النادي الاهلي. فطبيعي ان انا لازم يبقى ليا يوم مش بتاعي. ايه المشكله؟ هو انا فعلا هو انا بقصوا عليهم وبقول انتوا مش لعيبه كويسه؟ واللي بيقول كده ده ظالم، واللي بيقول كده بيبقى مش بتاع كوره. هو انت مستني من لعيب يلعب بطوله كامله ودوري ومنتخب وبطوله تانية بتاعت افريقيا عايز ما يقلش عن 9 من 10 ولا 10 من 10؟ ده مستحيل يا صاحبي، مستحيل. مش في الكوره. لازم يبقى في يوم عالي ويوم مش 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 موفق، مش يومك. وده الطبيعي في كل العالم، من احسن لعيب في العالم لاقل لعيب لازم يبقى ليه يوم ومش يوم. هم للاسف ان الفتره دي كان في 4 5 لعيبه فعلا غير موفقين. في تحركات، في تمركزات، في. طب مين اكتر لاعب لفت انتباهك وكان مؤثر في مباراه امبارح؟ يعني انا هقول الشناوي، من اكتر اللعيبه، وياسر. يعني برضه شايف ياسر، ياسر ابراهيم. انا شايف ياسر برضه كان كويس. الشناوي مستواه ثابت، ما بيتغيرش كتير. ياسر بيحاول وبيجتهد وربنا كرمه وجاب جول. لا يعني يعني مش عايز اقصه برضه، لان انا واحد من الناس، انا راجل بتاع كوره وماسك فرقه وبمرن فرقه ولعبت كوره، فطبيعي بالنسبه لي ان انا الاقي الباد لك بتاعي لخمسه سته، ودي الحظ الوحش النادي الاهلي ان الخمسه سته دول كانوا كلهم في يوم واحد او غير موافقين في ماتش واحد. لكن انا شايف ان ده طبيعي. ده اللي خلى بعض الناس تقول انه يمكن كان في، زي ما قلنا في الاول، يمكن انه استهانة شوية بالخصم، أو أنه أنا شايف أن أنا كده كده هتأهل، أو أنه الخصم ده ما قدرش يكسب أصلاً ولا مباراة على أرضه. بس ما أقدرش أجزم بده، يعني أنا ما أقدرش أقول أن ده الجهاز الفني هو اللي يحكم كان إيه السبب، بس قصدي بنقل شوية من بعض الناس كانوا شايفين وجهة النظر. وارد. بص يا كابتن سارة، في بعض اللعيبة في بعض المباريات على ما أعتقد يعني بتاخدوا ال 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 المباراة لأنه يتفرج عليها. هتقولي لي يعني إيه يتفرج عليها؟ وهو في المباراة بيتفرج. أنت لو لاحظت بقول لك الجول الثاني، ركزي بس شوية في الجول الثاني أو في الجول الأولاني. لا مش ده النادي الأهلي. أيوه فاهمك. التمركز وحش قوي. واضح جدا الكرة لونج باص طويلة من قبل الملعب، نص الملعب ب 10 متر وبتتلعب طويلة. الراجل بيطلع في وسط الاثنين، مستحيل مستحيل أنا أشوفها يعني على النادي الأهلي. اثنين واثنين بيلعبوا بقى كويس. الاثنين بيعملوا كويس. انا مستغرب، صح، العجب ده ازاي في وسط الاثنين يطلع ويوجه. ده حاططها ليه مش بدي كمان؟ ده يعني ده 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 ده, ده يعني في توفيق كويس قوي. وفي نفس الوقت لو مشاركه بنسبه 30% كانت ممكن ما يلعبهاش بالقوه دي. لكن انا شايف انها كانت
يعني غلطه، وفي نفس الوقت بقول لك ان اتنين استدباكين في الجول الثاني بيلعبوا خط واحد، مفيش عمق. ايوه، وهي دي المشكله. انا مش بلعب اوفسايد، عمر النادي الاهلي ما بيلعب اوفسايد. طيب احنا اتفقنا انه اللي حصل ده حلو عشان الفتره اللي جايه طبعا، والمهم اللي جاي خلاص، المباريات اللي جايه. مباراه سيمبا يوم الجمعه وانت خلاص اتاهلت، شايف ازاي المباراه دي وايه مدى صعوبتها ومدى اهميتها بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا، هي مدى اهميتها بالنسبه لي انا ان اشوف الطريقه اللي هلعب بيها الادوار الثانيه شكلها ايه، ومين اللي هلعب بيهم، مع عدم الوضع في التركيز او في دماغي ان فلان هيزعل وفلان يتشاف اطلاقا او مشاركه. انا هشيل قلبي واشيل عواطفي وجوارحي كلها واقول انا هلعب بالفرقه دي عزائي دي اللي هبدا بيها. هتقولي طب واجهاد؟ مفيش اسمها اجهاد عند الاهلي خلاص. انت بالك النهارده اتمرنا، النادي الاهلي رجع امبارح اتمرن، بكره واخد راحه، يبدا بقى عندك لا ده احمال. انت من كلامك ان انا ماتش سيمبا ده هلعبه بالفول تيم بتاعي. الفول تيم انا شايف انا مفيش حاجه اسمها ان انا العب اللي كانوا مرتاحين ناصر ماهر اكرم علشان ثبات التشكيل بيخلي فيه انسجام وفي 13 بونت صح كده؟ فانت بتتكلم في انا بلاعب فرقه قويه. هو بقى سيمبا عايز يغير، هو كده كده صاعد بالنسبه له، يحط فرقه يريح فرقه اساسيه دي بتاعته، انا ماليش دعوه. بس انا هلاعب ند قوي، هلاعب فرقه محترمه، هلاعب فريق ليه شكل، وفي نفس الوقت انا عايز اتاكد من اللعيبه اللي عندي والطريقه اللي معايا ان اللعيبه دي هتقدر تستوعبها ولا لا. فهي بروفه كامله. انا شايف كده. انا لو ضياء، لا انا بامانه هلعب بالفول تيم بتاعي. مش هريح، مش مساله ان انا مش هريح، عندي شك في عضله، عندي شك في ارهاق، عندي خلاص. لا دي حاجه ثانيه زي ما اتفقنا بالظبط، ان انا ما اخسروش في ماتش انا نتيجته مش هتاثر عليا في حاجه في ترتيب ليا. طب هل المباراه دي تعتبر صعبه بالنسبه للنادي الاهلي؟ صعبه عليه؟ لا بالعكس. صعبه ايه صعوبتها؟ ايه مدى صعوبتها؟ ايه مدى، معلش ما انا لو اتكلمت، ايه مدى صعوبتها؟ ان اخسر؟ طب ما اخسر. على فكره بس ده مش مع النادي الاهلي. ممكن حد يجي يقول لك ايه، انا مش هلعب بالفول تيم، خايف على النتيجه، واخد بالك الصراحه؟ انا معي. مش هلعب بالفول تيم وهجرب احط مثلا عشان لو خسرت اقول انا بعمل ايه؟ انا بجرب. صح. ما انا عايز اشوف وعايز اخد قرار نهائي في بعض اللعيبه مع الموسم الجديد. موسم جديد ايه يا عمي؟ لو من دلوقتي دعم، انا بقول لك عايز دعم من دلوقتي. ايه المشكله؟ النادي الاهلي ما عندوش الكلام دوت. النادي الاهلي بياخد قرارات، النادي الاهلي بيفكر في بطولات، وزي ما بقول لك اللي بيجي النادي الاهلي لازم يبقى جاي عارف انه بيشترك في بطولتين او ثلاثه على الاقل، يعني كاس عالم انديه، منتخب مصر، دوري، افريقيا، كاس، خمس بطولات. تمام. طيب في ربع النهائي النادي الاهلي هيواجه احد الفرق التاليه: سان داونز الجنوب افريقي، الوداد المغربي، الترجي التونسي. تفضل ان هو يقابل مين وليه؟ على فكره هم اللي ما يتمنوش يقابلونا بالظبط. يعني هقول يعني ده كلام موسيماني على فكره، قال لك ان اي حد ما يتمناش يقابل النادي الاهلي. وعلى يعني فكره ده كلام منطقي. واي حد عارف قيمه النادي الاهلي وعارف تاريخ النادي الاهلي وعارف اسم النادي الاهلي، يعني انا شايف ان ممكن يعني سان داونز ممكن يبقى ممكن العب سان داونز. يعني يعني لو قلت ان سيمبا كفريق افريقي ممكن يبقى قريب منه شويه، شمال افريقيا ما اعرفش، يعني ما بحبش اقابلهم كتير. اذا كان بقى من طريقه لعب العنف مثلا شويه او التدخلات العنيفه في الملعب والتاريخ اللي بيننا وبينهم، وفي نفس الوقت يعني طريقه اللعب مش عايز اقول رافي الحمد لله احنا ما بنتدربش ولا حاجه، لكن ممكن لو صن داونز يبقى بالنسبه لي انا بالنسبه لي يبقى انسب الفرق اللي هلاعبها. وموسيماني هيبقى يعني حافظ بقى في فرقته القديمه بالظبط. وبعدين في نفس الوقت بقول لك انت بتلعبي سيمبا، وسيمبا ممكن تبقى يعني الطابع بتاع لعبها قريب جدا من سان داونز، فرقه افريقيه ما بيختلفوش كتير. وزي ما انت بتقولي برضه ان موسيماني حافظ فرقه سان داونز كويس قوي، فانا شايف ان ممكن يا ريت يبقى ربنا يكرمنا في سان داونز. وعلى فكره انا اعتقد ان النادي الاهلي السنه اللي فاتت كان دخوله للمربع وحصوله على البطوله كان من الهلال من السودان على ما اعتقد برضه بالظبط، نفس الملعب كان نفس الملعب بعد التعادل مع الهلال. ممكن يا رب يكون خير برضه وصعدت تاني برضه وخدت البطوله يعني الحمد لله. يعني انا بقول
صن داونز بالنسبه لي ممكن تبقى احسن من شمال افريقيا. شايف ازاي صحوه الفرق دي؟ يعني فايقه الفرق دي، صن داونز، الترجي، الوداد، الموسم ده عاملين يعني بطوله كويسه بالنسبه لافريقيا. عاملين. ما اقول لك حاجه، امبارح الزمالك كسب مين؟ المولوديه. يعني برضه شمال افريقيا، وما كانش حد ابدا، والمدير الفني بتاعه النهارده على ما اعتقد استقال او قدم يعني اعتذار. النادي الاهلي ليه شخصيه. النادي الاهلي بيفرض شخصيته على اي فرقه وهو في كامل قواه العقليه، وهو مستريح، وهو الاستشفاء بتاعه الريكفري بتاعه بيتعمل كويس، وهو فت. صعب جدا على اي فرقه تلعب النادي الاهلي انها تفرض شخصيته عليه، لكن النادي الاهلي هو اللي بيفرض شخصيته على اي فرقه. على ما اعتقد النادي الاهلي الفتره اللي جايه دي زي ما بقول لحضرتك، لو فعلا مستر موسيماني بدا يثبت التشكيل ويلعب بالطريقه اللي هو شايفها للفتره اللي جايه، هتفرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي. كتير جدا جدا جدا. اني انا ما اقولش بقى انا هجرب، لا، ما ينفعش 6 شهور ولسه هقول بقى انا احطه في المركز. طب ده. طب انت يا كابتن، تقييمك لموسيماني ايه خلال فتره التواجد بتاعته مع النادي الاهلي بشكل عام؟ يعني احنا اتكلمنا عن اللعيبه، عن التغييرات، موسيماني كمستر بيتسو موسيماني. كتقييم بطولي ارقام هو ماشي كويس. خلي بالك، كارقام هو ماشي كويس. بطوله خدها، بطوله ثانيه بينافس، وكل بطولة اللي ماشي فيها بينافس فيها. انا بتكلم على الاداء. مشكله النادي الاهلي يا كابتن ساره ان النادي الاهلي فعلا اللي بيتفرج عليه بيبقى عايز شكله، أداء، والنتيجه، وبطوله. فدي بتحط اي حد تحت ستريس جامد جدا. انا لو مدير فني النادي الاهلي صدقيني هبقى مضغوط. انا بقول لك صدقيني هبقى مضغوط. يعني مش هقابل، هتمنى ان انا امشي في طريق الإخفة ولا حد يشوفني ولا اشوف حد. يا كابتن اصل إيه ما ليه؟ ما انت عايزه بطوله وعايزه اداء وعايزه مكسب وعايزه شكل. المشكله اللي عندي موسيماني انا شايفها هو راجل كويس مش وحش، ومعاه مخطط احمال المفروض ان هو يعتبر من اقوى واحسن مخططي الاحمال الموجودين في الفرقه كلها. ثبات تشكيل وثبات طريقه. وزي ما بقول لك، هو مش انا عشان كسبت 4-2-3-1 او 4-3-3 او 4-4-2 ايا كان، اربعه بمشتقاتها، يبقى لازم كل مباراه يبقى ليها يعني نفس التشكيل. بالظبط، هي دي مشكلته، ان هو ممكن يعني ما اعتقدش ان ده تفاؤل تشاؤم، لكن انا شايف ان هو رقميا بالاعداد وبالارقام، لا، هو ماشي كويس. واخد بطوله ولا بطولتين؟ بطوله ولا بطولتين؟ بطولتين. واخد افريقيا، واخد دوري، كاس مصر، واخد الدوري، والدوري بينه وبين فايلر بالظبط، يعني 3 بطولات وبرونزيه كاس عالم للانديه. هنقول 3 بطولات وبرونزيه. ده الارقام اللي بنتكلم فيها. طيب ايه الاداء؟ الشكل الجمالي، النتائج، هو ماشي بالارقام كويس، لكن احنا كجمهور النادي الاهلي او كمدربين او 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 بنفهم يعني كوره، انا بقول ان هو لازم الفتره دي لازم يثبت التشكيل ويلعب بطريقه تناسب الفريق المنافس. يعني انا يعني مثلا انا بلعب بايرن ميونخ، العب زي ما بلعب مع المريخ مثلا، او مع الهلال، او مع صن داونز، او مستحيل. وخصوصا ان النادي الاهلي المفروض عنده من اللعيبه الكواليتي اللي بيها سهل جدا جوه الملعب اغير طريقتي. أفشا كان فاتح، أجايه كان فاتح، شريف ومروان يعتبر، واحنا بقول لك بنهاجم 4-2-4. التوظيف بقى هنا بقى صار، يعني المفروض واحنا بنلعب 4-2-4 في اي توقيت في المباراه الاثنين بيبقوا كده على خط واحد، وامتى واحنا لسه بنحضر بيبقوا كده الاثنين الفراوده، واخد بال حضرتك؟ يعني يعتبر واحد من الاثنين بيعتبر بلاي ميكر، اللي هو بيبقى تحت الفرويد وقدام الاثنين الديفندرات. الكلام ده هو اللي لازم يعمله. المفروض هو دلوقتي في فتره من الفترات المدير الفني او في الجهاز ما بيبقاش محتاج انه يمرن اكتر ما بيحفظ. يعني في توقيت للجهاز الفني او للمدير الفني لما بيبقى عنده كل 4-5 ايام مباراه، هيمرن امتى؟ اللي اتمرن خلاص، عملنا فتره الاعداد،
وخدنا مش ورا افريقيا وخلاص. الموسم ده او النسخه دي اصعب من اللي فات ولا بتشوفه ازاي؟ لا انا شايف دي، لا دي صعبه شويه، دي اصعب من اللي فات. انا بوجهه نظري دي اصعب من اللي فات. عشان ايه؟ ليه شايفه كده؟ البطولات كتيره السنه دي. يعني انت عندك زي ما قلت كاس عالم الانديه، عندك منتخب مصر ماتشاته، عندك دوري، عندك كاس افريقيا. فدي ممكن برضو التلاحم للبطولات مع كورونا مع الفتره اللي اللعيب كان ممكن بيبقى قال فيها قلقان فيها شويه من ال 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 يعني المخالطات او البي سي ار اللي كانت بتتاخد للعيبه قبل المسحه، يعني الكلام ده كله ممكن بيأثر ذهنيا شويه على اللعيبه. وفي نفس الوقت بقول لك ممكن المباريات المتلاحمه ده مع ده مع ده، رجعت من المنتخب اشتغل مع النادي، خلصت من هنا اخش على الدوري، خلصت من الدوري العب كاس، خلصت من كاس اخش على افريقيا تاني، خلصت من هنا ابدا بقى افكر في المنتخب يتجمع. فدي كلها ممكن تبقى ضغوط شويه على اللعيبه، وممكن دي هي اللي بتزود صعوبه البطوله السنه دي عن السنه اللي فاتت. يعني شايف انه اللعيبه بقى ايه الدور اللي عليها الفتره اللي جايه؟ يعني موسيماني ثبت التشكيل، اللعيبه يحفظ وينفذ. يحفظ وينفذ. انا ضد، انا بقول لك الاهلي كبير قوي يا ساره، الاهلي كبير، الاهلي كبير. الفتره دي لما بتلاقي كل 3 4 ايام مباراه، معلش يمكن الكلام ده يفهمه الناس المخططين الاحمال كتير قوي او الناس اللي شغاله فعلا في مجال التدريب في الكاتشانه. هشتغل ايه؟ انا لاعب مباراه النهارده، بكره هشتغل ايه؟ وبعده ايه؟ وبعده ايه؟ ولا الحم في مباراه او عندي اسبوع مثلا، ممكن يبقى فيه خلاص محافظه على الاداء البدني، محافظه على الاداء البدني مش تحمل ولا قوه بشكل معين. وفي نفس الوقت ببدا احفظ بقى واذاكر الطريقه اللي هلعب بيها. مشكلتنا هنا في مصر كلها، وهفضل اقولها في كل الدنيا، احنا ما بنطبقش كويس. اكيد ما بنحفظش كتير. أكيد. لكن لو حفظنا كويس وطبقنا كويس، على ما اعتقد هيعود على منتخب مصر بعد النادي الاهلي بطولات واداء بشكل محترم جدا. بشكر حضرتك جدا كابتن ضياء، انا كنت معايا النهارده، وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.